قلنا الجسم ديالنا هو مازال سازك، يعني قبل ما نشفوه مزيان ندهنوه بزيت القزامه او بزيت الزنجلان او بزيت الورد، فهو مفيد اما قبل ما ندوش وندير واحد المساج خفيف على ديك الساعه كندوشو، او لا من بعد ما نغسلو وحنا الجسم ديالنا مبلل بالماء نحاولو ندهنو بعد هاد الزيوت الطبيعيه، وناكدو دائما على زيت الزنجلان لانه مفيد بزاف. نركزو دائما كيف ما قلنا على الكريم الليلي والكريم النهاري لانه مهمين بزاف، غير هو كاين كريم كيف ما قلنا ندهنوا به في الليل وكاين كريم ندهنوا به في النهار، ما نخلطوهمش او لا يكون عندنا واحد كريم ونحاولوا على انه نديروه في الليل وفي النهار، لانه هذا خطا وما غادي يعطي حتى شي مفعول، لانه على طول النهار بالنسبه للكريم، لانه الكريم اللي كاين بعض الخطا اللي كيقوموا بعض السيدات هو انه كيشريو كريم مرطب واحد كيدهنوا به في الليل وكيدهنوا به في النهار، وهذا خطا، لانه يعني خاص يكون عندنا كريم مرطب بالنهار وكريم ليلي، لانه شنو الفائده اللي وضعنا الكريم ديال النهار؟ لانه تيحمي البشره على طول النهار، ممكن نخرجوا نتعرضوا لغبره التلوث للشوائب فهو مناسب لها، اما الكريم الليلي فهو تيعالج البشره، يعني كيقوم بعلاج البشره، كينشط الخلايا، تيقويها، كيعمل على تحسين نشاطها، فكل كريم وعنده الفعاليه ديالو على البشره، ومن الافضل على انه ناخذ كريمات ليليه ونهاريه كيف ما قلنا من الصيدليات مع استشاره ديال طبيبه ديال الجلد، ماشي الكريم الليلي اللي وافق صديقه ديالنا او لا وافق الاخت ديالنا بالتالي غادي يوافق البشره ديالنا، هذا خطا، وانما دائما حاولوا اول مره نستشروا مع طبيبه اخصائيه في الجلد باش تعرف النوع ديال البشره وشنو كيناسبنا. مستمعينا غادي نديروا فاصل اعلاني قصير ومن بعده مباشره نبقاو دائما فقره التجميل ونقترح عليكم بعض الوصفات الطبيعيه التجميليه. هي السلام عليكم، عرفتوا كيفاش؟ فيها الثقيب وصنطيحه، زمامه يزميمو، وفوق منها تشاو تشاو، وفيها شاب فيسبوك، حاضر مزيان، كليكي ورد البال، وفيها مستر بن كيران، كيخاف من التماسيح ولا عفاريت، فهمتوه ولا لا؟ والمفاجأة الكبرى، مادموزيل الشوافة. إيه أنا هي مادموزيل الشوافة، أنا خبيرة في علم البرامج السياسية، يا ونفك طلاسة من مواليها، يا ونقرا الخط الحزبي، إيه قاري حسيفة. وهانتوما اللي بغى يعرف كيفاش ساهل الحال. كيفاش بوان كوم، كيفاش بوان كوم. وبيناتنا مع كيفاش ديرها غير زوينة، توصل توصل. موقع كيفاش في حلة جديدة. سولنا بزاف ديال الناس في المغرب كله كيفاش كيعرفوا الزيت البلدية الأصلية. الزيت البلدية نعرفها غير من لونها. أنا ما كنعرف غير الزيت ديال البلاد. زيت المليحة نشمها نعرفها. وانت الحاج كيفاش بغيتي لي نحكم قبل ما ندوق؟ كاينة دوق عاد حكم. حرة وعلى حقها وطريقة. عندك الحق، زيت الزيتون الحرة زيت على حقها وطريقة، حيت معصرة بطريقة أصيلية من شجرة لحجرة. الحرة زيت زيتون على حقها وطريقة. العديد من النساء جربوا أكتيفيا واقتربوا بفعاليته. باقي عندك عادي تعيشي بمشاكل الانتفاخ؟ منها جربت أكتيفيا فهمت بلي ماشي عادي نعيش مشاكل انتفاخ. هي اقتنعتي؟ صراحة اقتنعت، جربت شحال من حاجة، ولكن مع أكتيفيا ملي بديت كناخدو يوميا وليت كنحس بالفرق ولقيت راحتي. هي نجربو حتى أنا. غير جربيه، النتيجة مضمونة. وانتوما اش كتسناو باش تجربو تحدي أكتيفيا وتقولو ستوب لانتفاخ الأمعاء؟ مع أكتيفيا يا الفرق يبان ليك يا فلوسك ترجع ليك. سيدتي باش شلايدك تكون شلايد ويكون ثيابك باللذة فايض عليك تزيد زيتون وتزيد، وباش طويجناتك تكون كتشهوية مازالة فوق النار وريحتها توصل للجار استعمل زيت زيتون وادسوس. ورد عليا خبر، زيت زيتون وادسوس زيت مضمون طبيعية صافية هدية من أرضنا الغنية. زيت زيتون وادسوس من تقاليدنا العريقة. لا مولاتي نشارك معك واحد السر، نجي لفماك المعن هنان مع فيري بتركيبة القوية وفري واقتصدي استعملي وعاوني ونزيدك كيدوم جوج مرات كتل عجينة. شيري من جدا يهمك وتركيبة القوية يخلي معنك ديما نقية. شيري
كيدوم جوج مرات اكثر من العجينه المنظفه. دابا ملي ولدي كمل عام ضروري نعطيه حليب النمو المناسب. انا اختاريت ميسلينيد ان بلوس اللي فيه تركيبه مثاليه ديال الفيتامينات، الحديد، الاحماض الدهنيه، البروبيوتيك وكذلك البروبيوتيك اللي كيساعدونا على حمايته. السن اللي خاصو يتعلم كلشي، الام خاصها دير اللي في يدها باش تشجع الطفل ديالها. مع ميسلينيد ان بلوس انا متاكده انني كنمنحو افضل دعم للنمو ديالو. ميسلينيد ان بلوس حليب النمو المناسب لطفلك ملي كيكمل عام. لكن دو حبك مستقبلهم. تجميل شيوات وتواصل مباشر مع المقتنعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو العشرة 21 دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. دائما أنتم في الاستماع لبرنامج لالا مولاتي وفقرة التجميل. كنتكلموا على شنو هي أهم النصائح اللي ممكن تساعد المرأة في الحفاظ على نضارة البشرة ديالها، وقلنا لأنه غادي نقدم لكم بعض الأقنعة الطبيعية. نتمنى أنكم تلتزموا بهذه النصائح التجميلية وبالموازاة مع أقنعة طبيعية. نبداو بأول قناع مناسب لجميع أنواع البشرة. فإلا بغينا نطفو البشرة ديالنا كيف ما قلنا ممكن نمسحوها بالماء ديال الورد الطبيعي، نمسحوها كذلك بالماء ديال البابونج. الماء ديال البابونج هو منظف للبشرة وفي نفس الوقت كينقيها من الشوائب وكيزول أثار ديال الحبوب، يعني مفيد بزاف لجميع أنواع البشرة. ممكن ناخذوا معلقة صغيرة ديال العسل مع صفار بيضة وشدة ونص معلقة صغيرة ديال اللوز مطحون ومعلقة ديال الحليب سائل. هادو هما المكونات كيتخلطوا مزيان، يعني نخلطوا العسل مع صفار بيضة مع معلقة ديال اللوز غبرة يعني كنمسحوه وكنطحنوه مزيان ومعلقة ديال الحليب سائل، كيتخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على واحد القناع وكنديروه على الوجه ديالنا لمدة 4 ساعة يعني 15 دقيقة وكنخليوه حتى كينشفوا. من الأفضل على أنه نحاولوا على أنه ما نتكلموش، نستلقيو على الظهر ديالنا ونخليو هذا القناع يتفاعل مع البشرة يعني 4 ساعة حتى كينشف، ومن بعد كنغسلوه بالماء دافي وكنشفوا مزيان. وممكن نعملوا اي زيت من الزيوت اللي عندنا، وكنأكدوا دائما على زيت الورد الطبيعي وزيت الزنجلان. فهذا قناع منظف لجميع انواع ديال البشره ممكن تستافدوا منه. دائما تنظيف البشره ممكن نستعملوا المخلة مع الماء. غادي ناخذوا المخلة كنرقدوها في الماء، يعني كميه ديال المخلة نرقدوها في الماء لمدة 24 ساعة، نغطيوها ونخليوها ليلة كاملة. من بعد كناخدو هذاك الخليط كله كنديرو في كاسرونة وكنغليوه لمدة 4 ساعة، ومن بعد يعني كان ممكن على انه نعصرو مزيان كنصفيو في زيت حياتي. هذيك المخلة كيبقى لينا غير داك الماء، كنبقاو نديرو في قرعة ديال الزاج في الثلاجة ونستافدو بيه ونبقاو نمسحو بيه الوجه ديالنا، اولا ممكن نديرو في هذاك البخاخ اللي كيترش ونبقاو نرشو بيه الوجه ديالنا. فهو منظف طبيعي مناسب لجميع انواع البشرة. قلنا نخلى مع الماء نخليوها ليلة كاملة، من بعد كنغليوها 4 ساعة، ثم كنبداو نعصرو هذيك المخلة مزيان في هذاك الماء، وهذاك الماء كنحتفظو به في قرعة ديال الزاج تكون نظيفة ومعقمة، وكنديرو في الثلاجة ولا نديرو كيف ما قلنا في هذاك القرعة اللي كترش داك البخاخ، وكنبقاو نرشو على الوجه ديالنا والعنق، مفيد بزاف. غادي نقترح لكم كذلك جوج ديال الأقنعة مهمة للتجاعيد، يعني كنا درجناها وغادي نعاود لكم للاستفادة. القناع الأول قلنا طريف ديال البنان ونخلطو مع شوية ديال الحليب السائل، إذا لقينا حليب البقر يكون أفضل، ولا لقينا الحليب العادي اللي كنستعملو أولا حليب الأطفال كيتخلطو مع طريف ديال البنان ثم الحليب السائل مع شوية ديال البنان أولا حليب الأطفال، نديرو مع شوية ديال الماء وكنخلطوه مع طريف ديال البنان وكنديروه على الوجه والعنق، ونركزو على الأماكن اللي عندنا فيهم التجاعيد. كيف ما قلنا في الغالب التجاعيد كتبدا في المحيط ديال العين المحيط ديال الفم. نخليوه 15 دقيقة ومن الأفضل كيف ما قلنا ملي بغاو نديرو هاد الأقنعة نحاولو على أنو نستلقيو على الظهر ديالنا، نحاولو نرتاحو نطفيو الضو ونكونو في واحد الغرفة اللي نكونو فيها غير بوحدنا، ونخليو هذاك القناع يستفد منو البشرة ويتفاعل معاها 4 ساعة، ومن بعد كنمسحو بالطريقة العادية ونغسلو ونمسحو بالماء الورد ونديرو أي زيت من الزيوت اللي كنأكدو على الفعالية ديالها. القناع الثاني دائما ما كاينش شي دار اللي ما كيختارهاش التمر، غادي ناخدو كمية منه يكون هذاك اللي كيكون شوية معجن ماشي داك اللي ناشف، كنخلطو مزيان نحاولو على أنه إما نفورو أولا نطحنو شوية أولا نعكوه مزيان إلا كان معسل نحاولو نطحنو لأنه كيسهل على أنه غير نعكوه بيدينا، ونخلطوه مع شويه ديال الماء الورد، ومن الافضل على انه يكون الماء الورد الطبيعي.
نخلطوهم مزيان وكنديروا هاد القينة على الوجه والعنق كيف ما قلنا هاد الأقنعة ديال الحد من التجاعيد فكنديروهم على الوجه كله نركزوا يعني نكثروا منه في الأماكن اللي عندنا فيهم تجاعيد بحال كيف ما قلنا المحيط ديال الوجه والمحيط ديال العين ومن بعد نخليو ثلث ساعة هاد القناع ديال المعجون ديال التمر مع شوية ديال الماء ورد نخليو ثلث ساعة وحنا دائما مستلقين على الظهر ديالنا ما كنتكلموش باش كينشف هذاك القناع مزيان ومن بعد ثلث ساعة فحنا كنغسلو بالماء دافي ثم بالماء بارد باش نزولو كذلك البقع من الوجه وعطات الفعالية ديالها واخا كاين بعض السيدات اللي ما كيبغيوش رائحة ديال الحلبة ولكن غادي نستعملو غير الماء ديال الحلبة فغادي ناخدو تقريبا نص كاس ديال الحلبة مع كاس كبير ديال الماء هادو بجوجهم كنخلطوهم كنديروهم في قرعة ديال الزاج وكنديروهم في واحد البلاكار يعني في مكان مظلم 7 ايام يعني سيمانة كلها من بعد سيمانة فحنا كناخدو واحد يعني ليباموس اولا ممكن ناخدو غزي في حياتي ونبقاو نعصرو مزيان لانه كنعرفو الدنخال الحلبة يعني كتنفخ وكتحل كيسهل على انه نعصروها ما كتبقاش قاصحة كنحاولو انه نعصروها مزيان في هذاك الماء وهذاك الماء ديال الحلبة هو اللي كنبقاو نمسحو به الوجه ديالنا اما على طول النهار الا ما كناش خدامين اما الا كنا خدامين فغادي نديرو غير ساعة يعني ملي نجيو نمسحو الوجه ديالنا من اثار ديال المكياج ونخليوه ساعة يعني وحنا مرتاحين ومن بعد كنغسلو الوجه ديالنا بالماء ديال الحلبة يعني كنمسحوه من الماء ديال الحلبة ثم كندهنوه بالكريم المرطب اما الليل الا درناه في الليل او النهاري الا درناه بالنهار فكنبقاو نستعملوه وبالنسبة لهاد الماء ديال الحلبة فحنا غادي يكفانا غير جوج الاسابيع المدة ديال الصلاحية باش نحتفظو في هاد الماء ديال الحلبة يعني ما كنخليوش مدة طويلة وانما جوج ديال الاسابيع ويبقى في الثلاجة ونبقاو دائما نمسحو به الوجه ديالنا فهو مفيد بزاف وغادي نختم بقناع الانعاش للبشرة بالنسبة للبشرة اللي كتبان على انه متعبة ولا مجهدة فمن الافضل على ان ناخدو شوية ديال العسل مع عصير ديال الليمون ناخدو غير شوية معلقة ولا جوج ديال عصير ديال الليمون مع شويه ديال العسل كمان نخلطوهم وندفيوهم على طريقه حمام مريم باش ما يتحرقوش لينا وكنخليوهم حتى كيدفاو يعني درجه الحراره اللي ممكن تحملها البشره يعني نخليوه حتى كيدفى مزيان ثم كنديروا على الوجه والعمق لانه مفيد بزاف ونحاولوا دائما ملي نكونوا جالسين دابا يعني وقت ديال الليمون توفر ولا ديال المندرين نحاولوا ناخذوا يعني غير طريف هذاك الماء ونبداو نمسحوا به الوجه ديالنا ناخذوا قطعه ديال القطن نديروا فيها شويه العسل وشويه ديال الليمون او المندرين ونبقاو نمسحوا بها الوجه ديالنا بشكل يومي لانه كيعطي النضاره والحيويه اللي كتبحث عليها كل فتاه وكل امراه تجميل خيوات وتواصل مباشر مع المقتنعات رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو مدام سيل فوبلي كيل سون لي كاليتي اسونسييل دان لافلانج بور فو دان لافلانج اي بيان دابور كي لا بيان مون لانج اي با اونيكمون 40 دوغري جو فو كي بيس اتر افيكاس كيل كو سوا لو بروغرام كو جو شويزي Vous êtes très exigeante. Eh bien oui, c'est la moindre des choses. Et êtes-vous aussi exigeante avec votre lessive Ariel, le seul recommandé par les plus grandes marques de lavage. لالي لا مولاي نشارك معاك واحد السر ملي الجماعه الماء هنان مع فيري بتركيبه القويه وفري واقتصدي استعملي وعاوني ونزيد كيدوم جوج مرات اكثر من العجينه فيري ملي دمينك وتركيبته القويه يخلي الماء عندك ديما نقي فيري كيدوم جوج مرات اكثر من العجينه المنظفه تجميل خيوات وتواصل مباشر مع المستمعات رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو تقدم لكم هذه الفقرة برعاية بوفير مع بوفير نشوف لها جوج المرات أكثر من المنافس الآخر أهلا بك دكتور الأطفال عبد الحق زكير واللي يوميا غادي تجاوب على تساؤلات كل مستمعات كل ما كيتعلق العناية بالأطفال أهلا بك دكتور أهلا وسهلا تكلمنا على التلقيح وتعلاش خاص الأمهات يبقوا دائما محافظين عندك الدفتر الصحي اللي فيه كل شيء لأنه أحيانا كنبداو نقولوا لا يعني كتكون متبعة عند شي طبيب ديال الأطفال عائلة ولا المحيط ديالها كينصحوها لا سير عند طبيب يعني الطبيب اللي كنمشيو عنده طبيب الأطفال آخر وبالتالي يعني خصها تكون عارفه شنو هما يعني الجلبات اللي دارت ليهم شنو هما الجلبات اللي باقي ناقصين وحتى داك الطبيب اللي غادي تبدل عنده مثلا الا جات الضروره وبدلات الطبيب ديال الاطفال ديال الطفل ديالها
خاص يعني يكون معها الدكتور الصحي باش يطلع عليه طبيب. لا لا الدكتور الصحي شي حاجه مهمه يعني اختي كيرافق تاكل من الدار حتى يكبر واخا يبدل المدينه واخا يبدل البلاد واخا يبدل هذيك هي كانت ناسيونال ديال 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 بيبي كلشي غير اللي كنطلبو هو الطبيب ولا في سونتر سونتي يقيدوا الوزن الطول ويقيدوا لو بيرم تونغ والبيرم كرانيا في الكارنيه سونتي باش حتى حنا يكون